السلام عليكم. دائما مع تمارين الدوال المعروفة بالتكامل، نستمرين ستجدونه أسفل الفيديو في وصف الفيديو. تكمن أهمية هذا التمرين حيث أن غنأطرو هذا غران ديف دو إكس في مجالين، نأطروها في مجال من ناقص ما لا نهاية صفر، وفي مجال آخر من صفر زائد ما لا نهاية. سنرى تقنية التأطير عندما يكون إكس ينتمي لهذا المجال ولما ينتمي إلى هذا المجال، ثم سنبين أن إف متصلة في الصفر، سنبين أنها متصلة على يمين صفر وعلى يسار الصفر، كذلك نفس الشيء بالنسبة للاشتقاق على يسار وعلى يمين الصفر. هذا التمرين مختلف شوية على التمارين اللي سبقوه، لذلك من المهم مشاهدته. ألوغ، لتكون إف الدالة العددية المعرفة على إر بما يلي لكل إكس كيخالف صفر، إف دو إكس كتساوي إكس على أو إكس موان زا، و إف دو زارو كتساوي زارو. السؤال الأول بين أن الدالة إف متصلة في الصفر، نحسبو النهاية ويجب أن نجد أنها تساوي واحد. ألوغ، ليميت لما x يؤول الى 0 f دو x كتساوي ليميت لما x يؤول صفر، اذا تعبير f دو x x على او x موان ز، اذا هذه من النهايات الاعتياديه كتساوي واحد. وجدنا ان ليميت لما x يؤول صفر f دو x كتساوي f دو زارو كتساوي واحد، إذن إف متصلة في صفر، بما أنها متصلة في صفر فهي متصلة على إر. ننتقل للسؤال الموالي. ألوغ، ثانيا ألف بين أنه مهما يكون إكس كينتمي لإر، واحد زائد إكس ناقص واحد عامل x أكبر أو يساوي صفر. دائما مثل هذه الأسئلة نعتبر دالة. ألوغ، لكل x من r نعتبر دالة نسميها g دو x كتساوي واحد زائد x ناقص واحد عامل e x، ونقوم بدراستها. أولا نحسب المشتقة g بريم دو x كتساوي نعم مشتقة إكس واحد، إذا تساوي إكس أو إكس. بالتالي جدول التغييرات سيكون على الشكل التالي: إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، المشتقة كتنعدم في الصفر، جي بريم دو إكس ج دو إكس، المشتقة سالبة على يسار صفر وموجبة على يمين الصفر، بالتالي في الدالة تناقصية ثم تزايدية. نحسبو ج دو زيرو تساوي صفر، هنا النهاية عند ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية، والنهاية عند زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، بالتالي ف ج دو زيرو كتساوي زيرو، فصفر قيمة دنيا، إذن صفر بما أن صفر قيمة دنيا، فإنه مهما يكون إكس كينتمي لإر، فإن جي دو إكس أكبر أو يساوي جي دو زيرو اللي هي زيرو. نحن بينا انه مهما يكون اكس كينتمي لار، فان واحد زائد هذا التعبير اكس ناقص واحد عامل او اكس اكبر او يساوي صفر. سنحتاج هاد النتيجة لما نحسب اف بريم دو اكس. احسب اف بريم دو اكس لكل اكس من ار اطوال، وادرس منحى تغيرات الدالة اف. الوغ، لكل اكس من ار اطوال
الوغ لدينا تعبير اف دو اكس نكتبوه كيساوي اكس على او اكس موان زان. الوغ اف بريم دو اكس يساوي مشتقات البسط واحد مضروبة في المقام او اكس موان زان ناقص البسط مضروبة في مشتقات المقام، مشتقات المقام هي او اكس على او اكس موان زان او كاري تساوي. إذن نعملو بهاد او اكس، غيبقى عندنا هنايا واحد ناقص اكس ناقص واحد على او اكس ناقص واحد او كاري. نغيرو من الشكل هذا ديال التعبير ديال البسط باش نلقاو التعبير ديال جي دو اكس. إذن كيساوي ناقص ناقص واحد زائد اكس ناقص واحد عامل او اكس على او اكس موان زان او كاري. اذا لقينا كتساوي ناقص جي دو اكس على او اكس ناقص واحد، بما ان مهما يكون اكس كينتمي للار فان جي دو اكس اكبر او يساوي صفر، وبالتالي فانه اذا كان اكس كينتمي للار اطوال فان جي دو اكس اكبر قطعا من الصفر، وبالتالي مضروبه في ناقص واحد فان اف بريم دو اكس فهي اصغر قطعا من الصفر. اذا بالتالي ف اف تناقصيه قطعا 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 على ار اطوال. ننتقل سؤال موالي. ثانيا لتكون جراند اف الداله العدديه المعرفه على ار بما يلي جراند اف دي اكس كتساوي تكامل من اكس تال دوز اكس ديال تي على او تي موان زان دي تي لكل اكس يخالف صفر. اذا اكس يخالف صفر و اف جراند اف دو زيرو تساوي زيرو. سؤال اول الف بين ان لكل اكس من ار اطوال فان جراند اف دو اكس محصوره بين هذين التعبيرين. الوغ هنايا هنا فاش غنفرقو، اذا نبداو لكل اكس من المجال ناقص نبداو بصفر زائد ما لا نهاية باش نأطرو هاد جراند اف دي اكس. اذا فبالتالي فا اكس الا كان فان تي في هاد المجال اكس ديز اكس فان تي اكبر او يساوي اكس اصغر او يساوي دوز اكس، وبالتالي فان اف دو تي فهي اصغر او دالة اف تناقصية على ار. اذا بالتالي فاف ديال دوز اكس اصغر من اف دو تي و اف دو تي اصغر من اف دو اكس. الان ندخلو بالتكامل من اكس، اذا هذا يستلزم ان دوز اكس اف دوز اكس دي تي اصغر او يساوي تكامل من اكس تال دوز اكس اف دو تي دي تي اصغر او يساوي تكامل من اكس تال دوز اكس اف دو اكس دي تي. يستلزم ان اف دو اكس التعبير ديالها نعوضو تساوي نعوضو في اف دو اكس تساوي اثنان اكس على او اثنان اكس ناقص واحد، والدالة الاصلية ديال واحد هي تي تكامل من اكس تال اذا من اكس تال دوز اكس اصغر او يساوي هذه التعبير ديال جراند اف دو اكس اصغر او يساوي نعوضو ب اف دو اكس تعبيرها هو اكس على او اكس موان زان تي من اكس الى دوز اكس. الوغ لا عدنا هنا تي دوز اكس تعطينا دوز اكس موان اكس اذا كتبقى اكس، بالتالي تستلزم ان دوز اكس كاري اصغر على او دوز اكس
moins 1 أصغر من f de grand f de x و grand f de x أصغر من x كاري على e x moins 1 لكل x هذا لكل x كينتمي لهذا المجال 0 بلس لانفيني. الآن خصنا نأطرو إلى كان x ناخذ صفحة جديدة. إلى كان x الآن لكل x من المجال مفتوح ناقص ما لا نهاية 0 فإن تي دانا تي غادي يكون أكبر أو يساوي 2x وأصغر أو يساوي x هذا المجال هذا. وبالتالي يكافئ أن أو يستلزم أن f إذا تلت f تناقصية على r إطوال فإن f ديال x فهي أصغر أو يساوي f دو تي أصغر أو يساوي f ديال 2x. الآن ندخل بالتكامل من x حتى 2x f دو x أصغر أو يساوي تكامل من x حتى 2x f دو تي دو تي أصغر أو يساوي تكامل من x حتى 2x f de 2x dt. الآن نضربو في ناقص واحد سنرى الحكمة من ذلك. ألوغ ناقص x تال ألوغ هنايا عفوا لي بورن غادي يكونوا قبل ما نضربو في لي بورن هنا فإن 2x أصغر من x وبالتالي في البورن ديال التكامل هنا غتكون هنا فاش خصنا نردو البال التكامل غتكون من 2x حتى x هنا كذلك من 2x إلى x 2x حتى x نفس الشيء هنا 2x حتى x. الآن نضربو في ناقص واحد ونغيرو الترتيب ديال إذا f هتولي هنا f 2x إلا ضربنا في ناقص واحد غيتعكس الترتيب أصغر أو يساوي ناقص 2x تال x f دو تي دو تي أصغر أو يساوي ناقص من 2x إلى x f دو x. الآن إلا ضربنا في ناقص واحد هاد التكامل كيتغير الترتيب ديال لي بورن لأن غتولي أي كيساوي تكامل من x إلى 2x f دو 2x لأننا نعلم أن ناخد صفحة نعلم أن التكامل من a ل b ديال f دو x dx فهو كيساوي التكامل من ناقص b تال a f دو x dx نفس الشيء اللي استعملناه هنايا. الوغ هنا تصبح هذه grand f دو x هذا grand f دو x او قبل ما نكتبو grand f دو x التكامل من x تال الى 2x f دو تي دو تي هنا تكامل من x الى 2x f دو x هذه لو عوضنا هنايا سنجد نفس النتيجة اللي وجدنا من قبل سنجد هنا 2x كاري على x موان زان هنا grand f دو x هنا أصغر أو يساوي x كاري على x موان زان هنا على 2x موان زان. وبالتالي فإنه مهما يكون x كينتمي ل r إطوال فإنه لدينا النتيجة التالية grand f دو x فهي محصورة ما بين 2 x كاري على e 2 x موان زان و هنا x كاري على e x موان زان وهذه هي النتيجة. هذا هو ما طلب منا. ننتقلوا للسؤال الموالي سنحتاج هذه النتيجة في حيث باش نبينو ان f متصلة في الصفر. الوغ لكل x من r من المجال 0 بلس لانفيني لدينا f دو x اكبر او يساوي
اثنان اكس كاري على او اثنان اكس موان زان، واصغر او يساوي اكس كاري على او اكس موان زان. وبالتالي في النهاية لما اكس يؤول لزارو بلس دو جران تيف دي اكس، نحسبو النهاية هنايا ليميت لما اكس يؤول زارو بلس اثنان اكس كاري على اثنان اكس كاري ناقص واحد، هذه تساوي واحد. نفس الشيء لا تساوي عفوا نحسبوها كتساوي صفر. ليميت لما اكس يؤول زارو بلس اثنان اكس كاري على او اثنان اكس موان زان كتساوي ليميت لما اكس يؤول زارو بلس اكس مضروبة في اثنان اكس على او اثنان اكس موان زان. هذا التعبير النهاية عند زيرو بلس ديال التعبير هذا كتساوي واحد مضروبة في صفر كتساوي الصفر. إذن نفس الشيء إلا حسبنا ليميت لما إكس يؤول زيرو بلس تعبير إكس على أو إكس موان زان، هذه إكس كاري عفوا هنا كاين إكس كاري، إذن كتساوي ليميت لما إكس يؤول زيرو بلس اكس على او اكس موان زان مضروبة في اكس مضروبة في اكس، اذا هذه كتساوي كذلك صفر. وبالتالي في النهاية على يمين صفر ديال اف جراند اف دي اكس تساوي الصفر. الان نحسبو على يسار الصفر، الوغ ليميت لما اكس يؤول زيرو موان اف دو إذا سنحسب النهاية ديال هاد التعبير، وهاد التعبير كذلك لما يؤول إكس إلى زيرو بلس اثنان إكس كاري على أو اثنان إكس موان زان تساوي صفر. والليميت كذلك ديال إكس لما يؤول زيرو موان إكس كاري على أو إكس موان زان كذلك تساوي صفر. وبالتالي النهاية وجدنا الليميت لما إكس يؤول زيرو بلس ديال غران تيف دو اكس كتساوي ليميت لما اكس يؤول زيرو موان غران تيف دو اكس كتساوي صفر. اذا ليميت لما اكس يؤول زيرو زيرو غران تيف دو اكس كتساوي صفر، تساوي اف دو زيرو تساوي صفر. اذا اف متصلة في النقطة صفر، لأن وجدنا متصلة على يمين صفر وعلى يسار صفر. نفس بالنسبة لقابلية الاشتقاق سنعتمد نفس التقنية باش ندرسو قابلية الاشتقاق. نحسبو النهاية ديال ليميت لما اكس يؤول زيرو، إذا نحسبو على زيرو بلس ثم زيرو موان، جران تيف دي اكس ناقص جران تيف دو زيرو على اكس موان زيرو. إذا هنايا هاد التعبير اف دو زيرو تساوي زيرو، اذا هذا التعبير اللي قسمناه على ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس هذا التعبير على اثنان اكس كاري على او اثنان اكس ناقص واحد مضروبة في واحد على اكس، اذا كيساوي ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس اثنان اكس على او اثنان اكس موان زان، اذا يساوي واحد. نفس الشيء ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس اكس اكس كاري على اكس موان زان يساوي مضروبة في واحد على اكس، يساوي ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس اكس على اكس موان زان يساوي واحد. اذا اف قابل للاشتقاق، اف قابل للاشتقاق على يمين الصفر، و اف دروات بريم كتساوي واحد. نفس الشيء الى حسبنا اغوش، نحسبو ليميت دير جران تيف دو اكس على اذا ليميت لما اكس يؤول زيرو موان جران تيف دو اكس موان جران تيف دو زيرو على اكس موان زيرو. grand f de 0 تساوي 0، grand f de x على x نفس الشيء سنجد انها تساوي
ليميت لما اكس او زيرو بلس ديال اثنان اكس على اثنان او اثنان اكس ناقص واحد تساوي واحد، هذه كذلك سنجد بانها تساوي واحد. اذا بالتالي فالليميت لما اكس يؤول او زيرو ديال جراند اف دو اكس على ناقص اف جراند اف دو زيرو على اكس موان زيرو تساوي واحد. اذا وخلاصة اف جراند اف قابلة للاشتقاق في النقطة الصفر صفر، و اف جراند اف بريم لي زيرو كتساوي واحد. ننتقل للسؤال الموالي. إذا نحن بينا أن جراند اف دو